الازمه دي حضرتك ما انت عارف انها مش جديده، مش قصه سوبرتو ولا كمامه، قصه التجار بتستغلها فرصه انه مش هيعوضها تاني، لان الازمه دي مش هتيجي غير كل 20 30 40 سنه، فكل واحد بيعلى معاها وبيستغلها، فدي قصه ضمير، قصه وعي. لكن لو الشعب استغل ووجد بدائل للحاجات دي كلها، مش هيدي فرصه للتاجر ان هو يطلع على ايه اكتاف الشعب الغلبان ده. تمام. وهي طبعا مسؤوليه شعب ومسؤوليه حكومه ومسؤوليه تاجر، الثلاثي ده. احنا النهارده كنا يعني زي ما عرفنا موضوع الكورونا ده، الموضوع جالنا في شويه تعليمات كده ان احنا لازم ناخد شويه وقايه بالنسبه للشغل. فنزلنا ندور على شويه كمامات، نزلنا شويه جلوفز، الحاجات دي كلها، الكحول، الكلام ده كله. كان مدير الفرع عندنا، احنا شغالين في البنك عندنا، كان طلب مننا ان احنا يعني هو جاي من يومين كده، كان جايب حاجات باسعار معينه، فبنساله عشان نعرف الحاجات دي ايه ونجيب بعد كده، فقال لنا اسعار معينه. زي الكحول كان بكام وبكام مثلا؟ مثلا ازازه الكحول الكبيره كانت سعرها 150 جنيه او 150 جنيه في الحدود دي، على حسب نوع الكحول والافرج بتاعها. والجلوفز كانت العلبه كامله كانت بتوصل ب 75 جنيه، الحاجات دي كلها. بقت بكام؟ بقت بكام دلوقتي حاليا؟ احنا النهارده نزلنا، لان طبعا الكميه اللي جات لنا في الاول خلصت، نزلنا دلوقتي لقيناها بخمس وست اضعاف الحاجات دي كلها. يعني مثلا الجلوفز نفسه بقى بالكرتونه كامله اللي احنا كنا جايبينها ب 75 بقت 150 جنيه. ازازه الكحول بقى في منها ب 500 وب 600 والحاجات دي كلها. بتطلب ايه؟ غير كمان ان هو بنطلب كمان ازايز اللي هي الكحول الايثيل الصغيره دي، ما بتبقاش متوفره، ولو متوفره هو ما بيقولكش ان هي متوفره عندنا. انت بتطالب بايه طيب؟ انا بطالب ان يعني يبقى فيه شويه رحمه بس مش اكتر، ان الناس كلها هتبقى محتاجه، ما نستغلش الموضوع ده في ان احنا بقى نرفع الاسعار وان احنا نعمل الكلام ده كله، وان الناس تبيع بما يرضي ربنا يعني، مش اكتر من كده. كلميني عن الازمه اللي واجهتك النهارده، كانت ايه؟ بخصوص ايه؟ كانت بخصوص الكحول. الكحول زمان كان 60 و70 جنيه وارخص من كده كمان. النهارده لا، انا كنت هشتري الحاجه لقيت العيله ب 400 جنيه، يعني في انواع ب 400 جنيه وفي انواع ب 350، اللي هو حرام يعني. في ناس ماشي انا ممكن اقدر اجيب حاجه زي كده، بس في ناس ما تقدرش انها تجيب. طب وليه يعني؟ واحنا اكترنا معروف ان الشعب المصري معظمه اصلا زي ما بيقولوا تحت خط الفقر يعني، اللي هو كل الناس دي هتأفورد ازاي كل الفلوس دي كلها؟ بتطالبي بايه؟ اطالب ان لازم 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 كل الناس اللي بتعاني الاسعار دي، لازم اي حد يشوف اي يعني يشوف حد بيعاني الاسعار يكلم اللي هو جهاز حمايه المستهلك، لازم يبلغ عنه علشان خاطر الناس دي لازم تتجازى، لان ده حرام. احنا الشعب المصري يعني احنا عايزين نلحق المجزره من قبل ما تحصل، ونلحق الكارثه من قبل ما الوباء نفسه يتفشى، فلازم نلحق. مش لازم نوصل لايطاليا يا جماعه ونتحبس في البيوت، يعني ممكن نلحق نفسنا لو بس فكرنا بعقلنا شويه. هو الفتره اللي فاتت دي كان بالظبط من حوالي 60 يوم كانت الحاجات اسعار متداوله سهله جدا جدا جدا. علبه الاستراليام كانت في حدود مثلا المصري في حدود 60 جنيه 70 جنيه، والعلبه الالماني كانت في حدود 120 جنيه. دلوقتي مع المشكله اللي احنا فيها دي والحاله الغير المتوتره اللي احنا فيها بسبب الموضوع الكورونا، انا شايف الموضوع يعني واخد اكبر من حجمه شويه، والبلد الصراحه يعني الصراحه اللي انا شايفه انها سيطره كويسه الحمد لله. فلا الموضوع طبعا الاسعار زادت، والاسعار الكمامه كانت الكمامه ب 70 قرش، هشتري الكمامه النهارده ب 20 جنيه. 20 جنيه؟ 20 جنيه. حاجه طبعا زياده عن اللزوم الصراحه. ويعني انا بخاطب بس ضمير التجار، يعني يا جماعه احنا في ازمه، ما نتاجرش على بعض في الازمه. يعني الموضوع مش مستاهل ابدا ان احنا نتاجر على بعض. الكحول بقى بكام؟ من كام لكام؟ بقول لحضرتك علبه الاستراليا اكيد الدكاتره والاطباء عارفين وكل الناس اللي في المجال يعني عارفين ان علبه الاستراليا كانت مثلا ب 60 70 جنيه، دلوقتي بقت وصلت 120 ووصلت لا والالماني وصلت 120 جنيه، دلوقتي وصلت 500 جنيه. 500 والله العظيم 500. وبعد كده التجار المحترمين اللي بيشتغلوا قصر عيني مش حاحين البضاعه خالص، مفيش بضاعه خالص خالص خالص، كلهم كاتبين ورق على المحلات لا يوجد كمامات، لا يوجد كحول، لا يوجد استريليوم، ماسكات مش موجوده بانواعها. تمام. مشكله يعني سخيفه في وقت ما ينفعش ابدا نعمل في بعض كده.